السلام عليكم الاخوان مش تجام قمت لي رمضان قوم الاخوان فيني اكي داير اخويا بخير واش كاين شي تمر ولا والو خير موجود تبارك الله عليك تخيل موجود واه شحال داير هذا المجهول 60 درهم 50 درهم هذا 40 درهم هذا 40 درهم 40 درهم هذا 40 درهم 40 درهم هذين الاخوان هذو 15 درهم هذه 15 هذه ثمن مناسب وهذه 10 دراهم 10 دراهم وهذه 23 درهم كيجي دابا هذا التمر منين كيجي هذه ديال تونس وديال البلاد فين هي ديال البلاد هذه ديال البلاد هذه وهذه شحال دايره هذه 25 درهم وهذه ماشي ديال البلاد يمكن ديال البلاد كامل ايوا المغرب اقف عرفو ديك تبارك الله عليك صحراوي انت ولا صحراوي تبارك من عرفو تبارك الله الناس عرفو تحياتي والله الا شكرا بزاف الله يحفظك تبارك هذاك الكرموس شحال داير الكرموس هذا 5000 5000 ديال الحسيمة هذاك تبارك الله تبارك الله زيد عاود هذا بشحال؟ هذا 25 درهم وهذا هذا الكرموس معجون هذا الحسيمة حتى هو شحال داير هذاك؟ 50 درهم تبارك الله 15 درهم هذا 15 درهم مرحبا بكم عند الصحراوي من عرفود الويكس سميتك انت الويكس محمد المرقب بالويكس تحياتي تحياتي شحال هذا؟ هذا 20 درهم 20 درهم وهذا؟ هذا 20 درهم هذه؟ هذه 50 درهم بعدها؟ لا لا 35 درهم 30 درهم بارك الله تبارك ها هو الاخوان السبيب شحال داير؟ شحال داير السبيب؟ 50 درهم السبيب بارك الله تبارك الله يا سيدي العشوب اتاي هذا ياك قوم الاخوان العشوب هو تاي على الصحراوي شو قلتي ديال الويكس؟ الويكس محمد عند الويكس محمد تحياتي تحياتي حاجة زينة قال لك حاجة زينة وي قوم التسم غاس تسغم فيني غاستيني في الصباح قوم عارف كل فيني قد غاس لها سفيان اش كواس غير شاتيني ها المجهول المجهول اقا سفيان سفيان يتخسوا اقا شواح أقوم والله لا من أحسن وذان أقوم إن شاء الله من أحسن وذان الناس ديال أرفود والناس ديال الصحراء الله عمر هذا أخويا سفيان حرمنا والله وغاسل حاجة الصباح وحاجة النقاء وغاسل أثمين الصفان هذا سويك الشونة يا زول طري طري يا قوم الإخوة واه غير دخلوا السوق اجيو عند الويكس محمد الويكس اللي شرا شي كيلو يعقل عليه ماشي غادي ترميه هيك قولا وفعلا نقوم نهار نقوم شوية نتيني نهار نبدلهم شوية الجو نهار غاتيني هذا شحال داير هذا 60 درهم الكيلو بعد 60 درهم المجهول 60 درهم الكيلو تبارك الله مزيان 40 درهم 40 درهم هذا تبارك الله لا مخيل كاين غير الجديد هنايا غير الجديد اقوم الاخوان اقوم صغفوات ديها طواف التعذوم اللي قوم تكمسغا وبريد الساعة اقوم الدواء ها اقوم ثغات التعذوم على من كل فيني قطغات لها خويا شنو غادي تقول للجاليه اللي كيجيو عندنا هنايا المغرب؟ اسيدي اجيو عندنا راه الرخاء موجود الحمد لله المعيشه موجود الرخاء كل شيء الحمد لله ياكل الرخاء والله الا الرخاء الحمد لله الخير كيتراما في المغرب والله الا الخير كيتراما والله الا بلادنا فيه الخير والله الا فيه الخير اقسم بالله ما كاينش بلاد في العالم كيف المغرب نيشان واه صحيح الحمد لله في بلاد اخرين المسكين اللي عنده اللي ما عندوش في بلاد اخرين كيديروا النوبه على الخبز كيف
كيديروا النوبه على الحليب كيديروا النوبه على الحليب النوبه على كلشي وحنايا كلشي ضربه به الخبز موجود والحليب موجود الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله اقوم الاخوان يجد قوم زي الصحراء اقوم زي ارفوذ يوسد غا السوق مزغرغان يدك التجاره والحمد لله قريمي غنختي سني وذانا مشناوينا غير سبحان شن خان يوذان والله صحاب عرفوذ شن خان يوذان صحاب الصحراء يجن تحيه للناس ديال الصحراء والناس ديال عرفوذ كاملين وراه احلى احسن 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 الناس والله اقوم الاخوان قنت الثاني السلام عليكم كي داير اخويا لاباس واش حتى انت في الارفود ولا انا في لالي في لالي انت في لالي من الريساني ومرحبا كنقول الناس الزغرغر مرحبا الجاليه مرحبا مرحبا بكم هاكي يقول لكم مرحبا بالجاليه مرحبا بكم مرحبا بكم راه عندنا تاع حتى هو عنده المجهول وعنده شحال كيدير شحال من الفلاحه كنجيبوه من الفلاحه كنجيبوه من الفلاحه هاد ديال البلاد ولا هذاك هذا ديال البلاد ايوا شحال دايرها تبارك الله دايره 60 درهم 60 درهم مجهول تبارك مقارنه بالداخل كتباع هذه ب 90 درهم تبارك الله لا 60 درهم تبارك الله هذه 50 درهم تبارك الله تبارك الله جد 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 مناسبه جد مناسبه راه باين باين راه باين راه عادية كاين 10 درهم ايوا 15 درهم اه هي 15 درهم هذه 10 درهم هذيك 10 درهم اه مزيان هذه 15 درهم وهذه هذه دايره 25 درهم 25 درهم وهذه هذه 25 درهم هذه بومنشار بومنشار هذه يقولوا لها بومنشار في الصحراء ايوا بومنشار قال لك بومنشار اسيدي هذه يقولوا لها منحل منحل ام النحل هذا علاش هذا لوريجين ديالها الاصل ديالها من زاكوره من زاكوره تبارك الله هذه نقلات من نقلات فيلات ايوا مزيان المجهول والتمر عندنا في البلاد كله عنده تاريخ والله كلهم الروح وكلهم دول وحنا في بلادنا والله الا كاين الخير وكاين والله تبارك الله لا لا والله لا والله ورساله انا كنقول من هذا المنبر ان المسؤولين يراعيوا لنا شويه ان شاء الله يا خويا وتكون واحد يعني الرؤيه ثاقبه لهذا لهذا السواق خاصه والمواطن عامه ان شاء الله يا خويا فعلا كنعانيوا شويه من يعني شويه ليش عندك يعني الحق خصوصا الزغنغه مزيان واه مي ولكن سلوان خصوصا كنوجه الرساله سلوان والعروي كاين عندنا شويه في الصنك غالي شويه وكيضيقوا علينا الحصار شويه حنا قدام هنا هاد الحرفه خديناها على الجداد ديالنا والحمد لله مسالمين وكنجيبوا الاثمنه يعني في الصالح تبارك الله واه والناس الحمد لله غير سي سفيان راه يعرفنا والناس كيعرفونا ودابا المشكل كيجيو هاد الاشهار اللي كيكريو السوق يعني الممولين ديال السوق كيديروا شي حوايج اللي لا يحمد عقباه صراحه يعني عندك الحق كيضيقوا علينا الخناق وهذا هذا ميساج كنوصلوا يعني للمسؤولين وشوفوا واحد لا عندك الحق ان شاء الله اخويا ان شاء الله ان شاء الله اخويا وانتم معروفين بالتمر انتم معروفين بالتمر انا اصلا التمر حنا كنقول لك راه التمر ابان عنجد ابان عنجد تبارك الله انا راه من انا في لالي بلاد التمر بلاد تبارك الله كنقول كما كيقول السي سفيان مرحبا بك عند المؤذن تبارك الله الحمد لله المؤذن المؤذن واش كتأذن انت يا ولا؟ لا غير العائله وصافي اي المؤذن المؤذن سبحان الله العائله والله لا محله والله الله يحفظك يعني خصوصا الناس ديال المانيا وفرنسا عندنا جالي عندنا حبابنا تما وكان باسي يعني ان بونجور لي زامي اللي كاينين في باري خصوصا باري ميلانو وكاين العائله في ايطاليا المهم كنقول لهم مرحبا بكم حيت راه هاد المره قالوا لي راني شفناكم تما كنقول لهم مرحبا بكم تحياتي خويا تبارك الله عليكم حنا راه حنا محافظين على البلاد وعلى الاصاله والتقديمه مغربيه هذاك الشيء اللي كاين لي تراديسيونيل ماروكان راه حنا ديما حاضرين هذاك الشيء اللي ومرحبا بكم في الزغنغان فوقاش ما بغيتو مرحبا بكم بالعائله ديالكم وانتم والله راه الناس حبابنا دابا راه حنا ولينا اون فامي ايوا نيشان نيشان صافي لونطو حنا تبارك الله
زعما قلنا غوميرسي سي سوف تبارك الله عليك جابنا هذا لاشانيل هذه تبارك الله عليك شكرا بزاف شكرا التوفيق ان شاء الله شكرا بزاف يلا الاخوان قاوم نقوم شويه القطاع انتيني ونقراو ريجون فيديو النهار ان شاء الله وشكرا والسلام عليكم.